خوتي لاباس؟ جمعة مباركة. اليوم غندير معكم الزيتون. ها هو الكحل، ها هو دابا، ها هو هذا هرستو بهاد الحجيرة، ها هي. وهذا انا غنوريكم كيفاش، وهذه الملحة الحية، هادي الملحة الحية، ها هي باش غندير الزيتون. ها هذا الصاك، ها هو هذا هو اللي غندير فيه الزيتون، وغنخليه ونسد عليه ونتقل عليه حتى يطيب، ومنين غيطيب ويتقاد ويحلى ويهبط منه داك المرجان ان شاء الله، وغنعاود ثاني ندير لكم فيديو اخر. دابا غنوريكم على الطريقه كيفاش ترقدي الزيتون في دارك بلا ما تشري، ما فيه حتى شي حاجه، فيه علم مليحه. ونهار نبغي نشرملو ان شاء الله ثاني نوريكم كيفاش كنشرمل انا الزيتون. دابا انا غنوريكم الطريقه كيفاش كنهرس الزيتون، وكيفاش كندير له الملحه، وكيفاش كنديرو في هذا الصاك. يلا انا غنرجع معاكم. ديرو كيما كانت، ها هذا دابا شريتو البارح من الصاك، ها تتشديها هكا وكتهرسيها، ساهل. لا ما مشينا نشري الزيتون فيه بزاف ديال المواد، ها. والزيتون تبارك الله صبت الشتا، ها تتحط على الحجيره هكا بحال شويه، ها بغيتي تاني بواحد الطريقه تحيدي له العظم، حيدي له العظم عاد ديري له الملحه. انا كنزول له العظم حتى تيطيب، ملي كيطيب كنحيد له العظم ديك الساعه، وكنشرمله الشرميله ديالو خفيفه ان شاء الله يا ربي. الله يطول العمر لينا وللجميع، وجمعه مباركه. انا غنكمل معكم هاد شويه ديال الزيتون، غنرجع انا وريتكم كيفاش الطريقه. ها كتهرسيها شويه، كتشدي الزيتونه ها غتتحلي لها شويه، ها وديروا هاد الوانطيس في يديكم حيت هو الزيتون شويه كيكحل يدي. انا غنرجع معكم. ملحه، ها هو نشدو شويه الزيتون كنديروه في القدر. انا كنوريكم الطريقه ديالي انا، ما كنشريش الزيتون، فقد الزيتون. وبقى ان شاء الله نوريكم الزيتون ديالي كيبقى العام كامل، ديري في البيدو تتبغي. ها هو كديري 4 الحفنات ولا 5، وكديري الملح، كديري الملح وكدوب زيت. الملح هادي متخافيش منها، عيديري الملح. تبارك الله الزيتون غزال كيحمق، شو كي داير، شوف بحال البرقوق. 4 الحفنات وديري الملح، عطيه هاد الملح الحي هادي اللي كتعاونو في داك المرجان ديالو. ها انا غندير معكم هذه، وملي نكمل ان شاء الله ونحزم لها الفويل ديالها ونجمعها غنوريكم كيفاش. وتقرا ساهل، غير دوك البيدوات ديال الخيار ديال الزيت اللي كيخوا عمريهم بالماء، وانا غنوريكم كيفاش حتى الطريقه كيفاش في الدار. ما تخافيش خويا كيما عندك بالكو ولا الكوزينه، ما تخافيش حتى شي حاجه. انا دابا غنكمل ونرجع لعندكم ان شاء الله. دابا انا عملت الكفيفه هذه ديال البلاستيك، وهذه غتبقى لتحت، وانا غنطلع للسطح ان شاء الله وغنجيب واحد الياجوره عندي وغنديرها من تحت وغنحطها وغنوريكم كيفاش تقل. ها حطيها في الكوزينه، ما تخافيش عندك البالكو، عندك الشرجم كبير درتها على الشتا، وما تخافش. ها جمعي مزيان، وزيري مزيان، ها زيري كثر من الطاقه ديالك، لا فيك شي سوفل وشي جهد. انا مرا كبيره تنزير على قد بنيتي. ها زيري مزيان هكا، وغتحزمي الحزيمه خفيفه ماشي صافي. فهمت، نوريكم التقل. ها دابا غندير له شي حاجه من التحت،
عندك شي سوبيره ديال الدجاج صحيحه؟ هادو راه 6 كيلو ونص. جيبي شي حاجه تكون ثقيله وعمليها تحت الخنشه بحال هكا وحطيها من الفوق، وعتقوا عتنزلي عليها هذا سميتو البيضه. هاي هادي عندي البيدو ديال اللخية مغسولة، ها بحال هكا تنزلي عليها وخليها وشديها وجيبي شي سريبيته غطيها هكا وغطيها متبان والو. ها هو الزيتون عندك اللي دخل ما عرفش شنو داك عندك مغطي، هذا الزيتون خليه قد ما بغيتي، يا شهر يا 15 يوم يا سيمانة يوجد، بغيتي تخليه حتى شهر خليه، ومنين تشوفي الماء والمرجان خرج بدليه ما تخليهش تحته. وبالصحه والراحه ونهاري طيب ان شاء الله، انا نقدمه لكم.